مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في السلسله الجديده بعنوان بناء الاجسام بالداخل. معكم كابتن فهد مهر وكابتن ايهاب مروان. اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن سلسله بناء الاجسام بالدمبلز. هتتكون من 7 ايام، اليوم الاول الصدر، اليوم الثاني الظهر، الثالث البول والترابيز، الرابع الاكتاف، الخامس الرجلين، واليوم السادس بطن، والسابع راحه سلبيه تماما. اذا تمرينه راح يكون 6 ايام ويوم راحه. لما بتشتغل التمارين راح تعملها بشكل يعني دوري، وينتظر النتائج من 3 شهور الى 6 راح تبين عليك النتائج. حاول التمارين تسويها بانتظام، حاول تسوي التمرين بانتظام وتخلي يوم راحه، انتظرونا.